بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك كتابه. وفي كره القدم عندما تصبح العداله حلما. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. حلقه تاتي في توقيت مهم، بالتاكيد حضراتكم متابعين كل الاخبار والتطورات، علشان كده حلقه اليوم المهمه ابرز عنوانها ماذا يريدون من الاهلي؟ ده اللي هنناقشه مع حضراتكم في مجمل الحلقة النهاردة. لكن عندما يصبح وجود العدالة حلما في كرة القدم، كرة القدم أمر عجيب جدا، يعني الكرة اللي أنت المفروض تستمتع بيها وتجسد بعض القيم الرياضية، تشعر بالفير بلاي الحقيقي من أول الإجراءات الإدارية في كرة القدم، حتى التحكيم، حتى كل حاجة، الملعب، كل حاجة لازم لغط 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 يا أستاذ إبراهيم، في كل حاجة لغط وعلامات استفهام، وكل واحد بياخد الحقيقة والعدل في اتجاهه حسب ألوانه. علشان كده هنناقش كل هذه التفاصيل المهمة النهاردة بالصوت والصورة وبالهداوة خالص. لكن النهاردة مجلس إدارة النادي مستمر حتى الآن في انعقاده، جلسة كانت مقررة من قبل لمتابعة كل شؤون النادي. النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على جولة مهمة لتفقد الأعمال الإنشائية المهمة، زار أرض النادي في مشروع التجمع الخامس، اطمأن على الإجراءات الهندسية، كان برفقته المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي، وتفقد كل الإجراءات اللي في مشروع التجمع. دي بعض اللقطات من جولة الكابتن الخطيب في التجمع الخامس لكل المنشآت يا باشمهندس الخاصة بهذا الفرع، سواء الخاصة بالمسجد اللي بيسع لأكثر من 1000 مصلي، أو لملاعب كرة السلة والطائرة والكرة الخماسية والملعب الرئيسي. تم الانتهاء من تسوية الأرض ووضع القواعد العادية والخرسانية لجميع الإنشاءات، والمهندس سامح علي كامل قال إنه العمل يجري على قدم وساق لإنجاز كل المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى لافتتاح فرع التجمع الخامس. أنا شايف كده خطوات عملية جدا بتوضح إن في عمل حقيقي. أصل أصعب عمل يا أستاذ إبراهيم يبدأ من التراخيص والبنية التحتية، اللي على اللي أول ما الدنيا تطلع فوق الأرض سهلة، المسألة بقت واقع وبقت سهلة وبقت في قدرتك على إنك يعني تنجز. الباقي ده أنت قرارات في إيد جهات كثيرة، يعني مش في ايدك لوحدك. لكن الخروج بالمباني على فوق سطح الارض بقى اموال ومقاول. اعتقد ان الامور مبشره، وممكن على اخر السنه كده نشوف سوفت اوبننج ولا حاجه باذن الله. جه كابتن الخطيب من التجمع الخامس على مدينه نصر، زار مقر النادي في مدينه نصر والانشاءات اللي بتجري، سواء فيما يخص الجراج، النادي بيعمل باركنج في مدينه نصر هيسع لاكثر من 1000 سيارة، هيقضي على التكدس في محيط النادي وهيساعد كتير على سهولة المرور في مدينة نصر. والمستشار سامح علي كامل أكد أنه الأمور تسير في هذا المشروع على قدم وساق، وإن شاء الله يتم إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب. حركة مستمرة جدية، عمل في كل اتجاه. وفي الشيخ زايد لأنه قدامي بقى تحت عينك بشوف لا الحقيقة مجهود هائل جدا، ان النادي ماشي بالتوازي في العمليه الانشائيه في كل اتجاه، بالاضافه الى ما يحدث في القطاع الرياضي وكره القدم. حقيقه مجهود هائل جدا، لازم مجلس الاداره يحيي عليه. ويعني بمناسبه مجلس الاداره، قبل ما ننسى، لازم يعني نطمئن حضراتكم وانفسنا. الحمد لله، يعني الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره تعرض الف سلامه عليه، سيارته لحادثه يعني مش صغيره، هو راجع من اسكندريه حضر ماتش امبارح مع البنك الاهلي، عربيه مقطوره خبطته من الخلف. يعني الحمد لله الخسائر اقتصرت على السيارة. وربنا يعني نجاه من هذا الحادث. يا رب يعني ما نشوف مكروه في اي حد. الف سلامه للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي، اللي ورا الفريق هو واعضاء المجلس اينما ذهبوا. امبارح ما كانش يوم عادي خالص، رغم الامطار واسكندريه والنوى، إلا أنه كان حريص على مساندة الفريق في هذه المباراة المهمة، المباراة اللي الأهلي خرج منها
ما خسرش نقطتين بس ولا خسر الأزمة اللي أثيرت، لا النهاردة اتحاد الكرة بيخسر الأهلي واحد من الأعمدة الرئيسية المهمة في الفريق لمدة 4 مباريات. اتحاد الكرة أو إدارة المسابقات حسب ما أعلن يا باشمهندس بتوقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الدولي 4 مباريات وبتغرمه 20,000 جنيه. والسبب إيه؟ كما ذكر في بيان الاتحاد، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. ده اللي حصل بالظبط. شوف أنا قلت عندما تصبح العدالة حلما. ليه؟ هل الشناوي أتى بتصرف يخضعه لهذا الإجراء؟ الصورة بتقول إنه كان بيكلم الحكم ومسكه من دراعه عشان يكمل حديثه معاه. يعتبر هذا الأمر في عرف اللوائح عندما تريد تنفذها أمر خارج عن السلوك الرياضي. خلاص نقبل هذا الأمر، ولكن اللي يضحكك في الأمر أن أمور أكثر خطورة وأكثر تعديا على التحكيم مرت مرور الكرام، حتى يوم ما جم يحاسبوا على تصرفات واضحة ما كانش يمكن تجاهلها. القرارات صدرت بعد 10 أيام كانت عمل فيها مباراة. والغريب أن الشخص الذي أوقف والذي أحرز هدف المباراة إمام عاشور، وبعد كده فرجاني خد 4 ماتشات على وقعة أكبر بكتير من العمالة كابتن الخطيب اللي كان الشناوي كابتن الشناوي ما زلت متأثرا بالإنشاء بجولات الخطيب فأنا عايز أقول حاجة يعني، وماله المخطئ يحاسب؟ بالعكس، قد تكون فيها فايدة للمخطئ نفسه أنه يتعلم. يعني خلي بالكم يا شباب الأهلي، ما تقسوش على السوابق، انتوا هتتعاملوا معاملة خاصة جدا، هتتعاملوا بإرادة الحساب، ملناش دعوة ان غيرنا ما بيتعاملش بيها ان احنا نتصرف زيه، لكن لازم ننبه باستمرار اين العدالة؟ اين العدالة؟ ولا عقوبة الا بنص، ده الاساس. امبارح بعد المباراة الناس كلها، طبعا في بعض البرامج اللي عايزة فعلا تولعها نار، واللي بتدور للشناوي على مشكله قعدت تعيد وتزيد وتفسر وتقول كتير بغض النظر عن ايه حجم الخطا اللي حصل، ولا دفاع عن خطا على الاطلاق، لكن خلينا نتكلم في حجم الخطا، راي الحكم فيه، ثم السوابق اللي المهندس عدلي اشار اليها. حجم الخطا، الزميل ابراهيم فايق في برنامجه بالليل قال انه طلع او عرف ماذا كتب حكم المباراة محمد سلامة ميدو حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي عن واقعة الشناوي اللي البعض أراد النفخ فيها علشان يوصلها للاتحاد الكرة عمله. هل محمد سلامة ميدو الحكم كتب في تقريره ما يدين الشناوي؟ إيه حقيقة اللي حصل بين الشناوي وميدو؟ قاله الزميل إبراهيم فايق، هنسمعه ونرجع نعلق. ما هو قرار الحكم المتعلق بالشناوي؟ حكم المباراة حصل تواصل ما بينه وما بين لجنة الحكام، وقال انه ما قام به الشناوي هي حركة عادية من وجهة نظره، لا إرادية، عفوية بحسب التعبير اللي استخدمه، حركة عفوية ولم يدركها حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم ديت في تقريره. اقول من تاني ده شغلنا، عندنا مصادرنا وبنشتغل على ده عشان نعرف المعلومة. لحد اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكم دي، حكم المباراة قناعته إنه الكورة ديت هي حركة، أو اللي قام بيه محمد الشناوي هي حركة عفوية كان بيشدوا بيها علشان يكمل كلامه مع الحكم، وبالتالي قال إنه لا يستدعي الأمر إنه يتم إدراجها في التقرير. وارد يحصل تغييرات، وارد يحصل في الامور امور، وارد تتحط بعد كده، كل حاجه وارده بعد ما انا بقول الكلام ده، ممكن يبقى الامور مفتوحه على مصراعيها يعني. لكن اللي انا بقوله لحضراتكم هو اقسم بالله اللي حصل. يعني مش المفروض ان الواحد يحلف على الهوا، لكن بقول لحضراتكم ده اللي حصل بالظبط لما حصل تواصل. ايه الكوره شايفها؟ ايه اللي حصل ده مع الشناوي؟ ايه؟ قال لك لا دي حركة عفوية، الراجل كان بيتكلم.
ابراهيم فايق بيقول لحد اللحظه دي الحكم ما كتبش حاجه ودي معلومه بالله. واقسم وهذه معلومه وكانه يمهد لما استشعره سيتم من ضغوط. ايوه احنا هنا عايزين نتوقف لان كثيرا ما تحدث وقائع ونقول لماذا يعني مرت وكل الناس شايفاها يقول لك اصل الحكم ما كتبش وتزعل والمراقب ما كتبش ومش عارف ايه. فهنا هنا هنا احنا مش عايزين حد يفلت بخطأه، لكن ايضا لما الحكم ما يكتبش وهذا خطأ يبقى ما يضغطش عليه عشان يكتب لانك انت عايز تخضع لضغوط خارجيه. هو مش الحكم ما يكتبش، هو قال توصيف الحكم للي حصل ان هي مناقشه عفويه عاديه لا ترقى الى المخالفه، وقال انه ده ابراهيم فايق. لا ده هو اللي قال لما سالته الحكم ما كتبش حاجه قال كده. ايوه ما كتبش حاجه تدين الشناوي. فلما سال ولما سئل سالناه قال اصل دي حركه عفويه كان عايز يلفت نظري ان هو بيكمل كلامه. ودي كانت بعد المباراه. ما كانش احتجاج اثناء المباراه. ايوه فايا كانت الواقعه احنا بنقول لماذا يحدث اختلال في مسطره التعامل. اذا حصل ضغوط واستند الى التحقيق في الواقع. هذا التحقيق الفوري لا استنوا بقى 10 ايام ولا استنوا 5 ايام ولا استنوا مباراه مهمه تعدي ولا اي حاجه ابدا. فالموضوع كلمه انك انت تخلي الناس تحط علامه استفهام امام القرارات هو اللي بيخلي القرار مش قوي. احنا عايزين القرارات تبقى رادعه. عشان تبقى رادعه يجب ان تطبق بمعيار صارم على الجميع، لكن كده هتبقى النهارده الدول يقول لك اشمعنى والتانيين يقول لك مش عارف ايه. والمدهش ان في كل حالات الشك والتطبيق الصارم للوائح تجدها مع النادي الاهلي ولا تجدها مع احد اخر. هاجي لك مع الوقائع المماثله، لكنه خلينا نقف عند كلام ابراهيم فايق، لانه مبدئيا زي ما المهندس عادلي اشار وكان ابراهيم فايق يشتم اللي هيحصل، لانه بيقول لغايه دلوقتي ولحد الان. خدوا بالكم امبارح البرنامج ده بعد الساعه 11 بالليل كرر كذا مره يعني الماتش خلص والتقرير الحكم استقر عليه، واضح انه الراجل زي ما قال لك انا عندي مصادري وقدرت اعرف ايه اللي في التقرير انه الحكم ما ادانش الشناوي. هنا عايزين نقف عند نقطتين مهمتين. النقطه الاولانيه، لو كان الشناوي اخطا الخطا اللي يستحق العقاب، القانون بيدي الحكم حق اشهار الكارت الاصفر او الاحمر حتى بعد المباراه. انت في محيط الملعب من حقك كحكم بسلطتك، وحصلت في وقائع كتيره جدا، ويكتب ان انا اديته كارت احمر لانه حصل منه 1-2. هنا الحكم ما كتبش، ما انظرش، ما طلعش كارت، لانه من تقديره انه الحوار اللي كان حاصل اللي ما حدش سمعه اللي هو، ما هي كل الناس شافت ان فيه شد وجذب واخذ وعطى، بس ايه اللي بيتقال؟ الحكم قال لك كان بيلفت نظري لاستمراره في الكلام، فكان تصرف عفوي منه لم يرتقي ابدا لمرحله الادانه ان انا اكتبها في تقريري. الناس دي عايزه ايه من الاهلي بالظبط؟ عايزه ايه من فرقه الاهلي؟ اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره. انت حكم عندك وفقا لروايه على الاقل لم يصدر من الاتحاد ما ينفيها. يعني ما طلعش رئيس لجنه الحكام ولا لو حد موجود مسؤول عن المسابقات قال لا كلام ابراهيم فايق غلط، التقرير فيه ادانه. او طلع الحكم قال لك نسب الي، ما حدش علق. ما يعني ويؤكد انه كلام ابراهيم فايق عن خلو تقرير الحكم من اي ادانه للشناوي ده كلام صحيح لم يصدر ضده اي حاجه، وبيقسم بالله العظيم ان دي مصادرنا، وقال لك انا المفروض ما احلفش لكن باقسم بالله العظيم ده اللي حصل، وفضل ياكد لغايه اللحظه. هل او مش هل ده المؤكد انه من بعد الساعه 11 12 راحت روايات تانية، وازاي كل واحد يعمل سبع البرومبا على الاهلي، وازاي كل واحد يثبت انه اسد على الاهلي، وازاي كل واحد يقول لك ما انا اهو انت اهو. العداله هي اللي المفروض تكون، مش دفاعا على الشناوي على اي خطا، بس لو الحكم ادان اللاعب وذكر في تقريره يعاقب الشناوي. الحوار اللي حصل بين الشناوي والحكم الحكم هو اللي يوصفه هو اللي يقوله، لكن الوقائع السابقه بقى اللي المهندس عدلي اشار اليها هي كانت فين العداله؟ كانت فين العداله واحده واحده؟ وعندنا لاعب كبير زي شيكابالا، شوفوا هذا الفيديو في احتداده الشديد مع الحكم حصل ايه
ولجنه المسابقات ولا اتحاد الكره عمل ايه؟ هي دي بقى، دي المنظر سيء جدا. هنا الغلطان في الكره دي على فكره مش شيكابالا، الغلطان في الكره دي ثانيه واحده، الغلطان في الكره دي مساعد الحكم وحكم المباراه. ان ما نداش الحكم. طبعا طبعا، يعني شيكابالا خلاص لعيبه هيتنرفز هيتعمل كده غلطان، انما الخطا الاكبر بيقع على مساعد الحكم وحكم المباراه لازم يناديه. الشكل ده لا، على الاقل حاجه لازم يبقى فيها انذار، تحذير ما ينفعش في كره زي دي. لان حتى شيكابالا لما يبص على الكره زي دي بعدها هيبقى متضايق. واضح ان كابتن شيكابالا كان يتمنى الخير للحكم. كان بيوشوشه. هو بيقول له يعني النهارده هتعمل ايه بعد الماتش عشان احتفل بعيد ميلادك. لانه ما شافوش حاجه خالص في هذا التصرف. يعني انت خد والحكم ما كتبش. يعني أيوة. الحكم واضح انه ما كتبش. طبعا. لان قال لك راحوا اعتذروا له في اوضه اللبس. ايوه. اتقال كده وقتها. ايوه. انهي اكثر عنفا؟ انهي قدام الناس اكثر اهانه للحكم؟ انك من فضلك كلمني ولا بصرخ في وشك وبهددك؟ ادي واحده. رمضان صبحي في واقع من الوقائع ده لسه قريب دي. كمان يعني هنشوف الصوره بتاعتها. طيب هل نفس الشيء ده كده؟ ده كان بيطبطب عليه مش كده؟ ده كده كان بيطبطب عليه نفس المسكه نفسي، بس ده حتى تحس ان ضوافره غارزه في فين دراعة. العدل بقى يا جماعه، فين العدل يا بتوع اتحاد الكره يا اسود؟ احنا بنتكلم يا جماعه، ارسوا العداله بين الجميع، طبقوا القانون على الكل، نفذوا اللائحه بمسطره واحده. اذا كان اخطا الشناوي فماذا عن الاخرين؟ يعني اصل انت ممكن تيجي الشيكابالا يقول لك اصل دي كانت في وقت ودي في وقت. انما النهارده اهي الواقعه دي امتى؟ دي قريبه خالص. طيب وادي مصطفى ده شيكابالا. دي واقعه الوشوشه. مصطفى محمد الثالثه بقى دي. لا مصطفى محمد ده بالاحضان يا سينا، دي كارثه. ده منع الحكم من لمحمود عاشور. ده الكره دي منع الحكم من الوصول الى المكان المناسب واحرز منها هدفا للزمالك فاز به. الواقعه دي، الاعاقه دي، يعني انتهت في نفس اللعبه الى هدف لنادي الزمالك. طيب ده فين العداله في كل ده؟ علشان يتم دس شيط ضد الشناوي في تقرير الحكم لاحقا على مسؤوليه ابراهيم فايق، لانه تقرير الحكم عن واقعه الشناوي بقى دنهوش باي حاجه. اللي حصل بعد كده واضح جدا انه ابراهيم فايق حاسه الشم عنده عاليه جدا. لا هو يمكن اتقال له استنى بس احسن. ايوه لغايه دلوقتي ده احنا لا هو اللي قال له لغايه دلوقتي مفيش حاجه. بس مين هيكلم مين ومين هيقول له اعمل ايه؟ دي جايه بعدين. فحصلت بعد منتصف الليل عشان يحصل اللي حصل بايقاف الشناوي اربع مباريات. مفيش دفاع عن اي خطا، لكن مفيش خطا بدون او مفيش عقاب بدون خطا. اذا كان هذا الخطا يعني حصل انت لو واقف في اشاره مرور مع الحكم والحكم ما كتبش، انت لو واقف في اشاره مرور او راكن غلط فتلاقي تاخد مخالفه والعربيه اللي قدامك والعربيه اللي وراك ما ياخدوش، تشعر ايه ساعتها؟ هتتجنن طبعا. اشمعنى انا؟ يعني اشمعنى؟ ما هو خد يا عم، خدنا احنا الثلاثه. هتدفع وانت مقتنع انك بتتعلم. انت بتدفع تشعر بالظلم وما اتعلمتش حاجه. لانها هي دي هنا فاتت ودي فاتت، اشمعنى انا؟ صحيح. فالقصه العداله هي اللي بتشعرك بقيمه الرد. هو مش في مثل، ده مثل عبقري. ولو اني لا اتمنى ان يكون هناك ظلما، يقول لك المساواه في الظلم عداله. يعني لو انت راجل قاسي وظالم ما تظلمنيش لوحدي. ايوه اظلم الكل. لو انت حنين خليك حنين على الكل، لكن ما تظلمنيش وتطبطب على الاخرين. ادي العداله، معيار العداله اللي يخلي الناس تقتنع ان القانون يطبق على الجميع وان ما حدش له مصلحه فيما يحدث. كده يا جماعه والله والله ما هنصلح حاجه، والله ما هنصلح حاجه. لان كمان تخرج هذه الوقائع الى الاعلام او السوشيال ميديا كل واحد يتناولها بلونه. احنا بنتكلم في حاجات منطقيه، ولا حد بيرد علينا لما يتعين لك استاذ ابراهيم طقمين، طقم فار وطقم حكم ميداني، ما فهمش حد دولي. هذا امر غريب جدا لماتش مهم جدا للنادي الذي يعني ينافس على الصداره. ودي تاني مباراه الاهلي لو خد حقوقه في المباراتين اللي تعادلوا وادي دجله ومباراه الامس البنك الاهلي،
كان زمانه متصدر بدون اي تعادل العلامة الكاملة. لكن كده ما يصحش، كده ما ينفعش، كده يا اهل الخير بتفتحوا باب للشيطان، بيفتحوا باب للشيطان. هنحاول بعد الفاصل نقفله ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. ماذا يريدون من الاهلي اللي بكره بينتظر قرعه يترقبها العالم؟ سفير مصر وافريقيا للعالميه بكره ان شاء الله تعالى الثلاث. الاتحاد الدولي لكره القدم بيجري قرعه كاس العالم للانديه، البطوله اللي هتحتضنها العاصمه القطريه الدوحه ابتداء من يوم 4 المقبل ان شاء الله يا باشمهندس. البطوله الاهلي بطل افريقيا، بايرن ميونخ الالماني بطل اوروبا، بالميراس او سانتوس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، تايجر اونال المكسيكي بطل الكونكا كاف، اولسن هيونداي الكوري، والدحيل القطري بطل دوري الدوله المستضيفه. دي القرعه اللي هتتعمل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الدحيل اصله كان هيلاعب اوكلاند والفايز كان هيخش الكامل. ولذلك انا مستغرب على كل اللغط الذي اثير الفتره اللي فاتت، هو مين اللي هيخش مكان اوكلاند؟ هيخش مكان اوكلاند اللي كان هيلاعبهم اللي هو الدوله المضيفه. الدحيل طبعا. يعني بالعقل كده، حتى لو هيستعيدوه بحد من اللي بعد اوكلاند هو اللي كان هيشارك. هيروحوا لقاره ثانيه ياخدوا منها حد. ساعات الناس كده تثير امور في الاعلام يعني لا تتسق حتى، غير انها تبقى عمل اعلامي فقط لدغدغه مشاعر الناس. طب عايز اقول لك دلوقتي في بطوله العالم لكره اليد المقامه في القاهره، السويد خطف مباراته مع مصر في الثواني الاخيره، فاز 24-23. يا خساره يا خساره يا خساره. وصلنا ل 12-9 و 19-12 في الشوط الاول، لكن في النهايه خبره لاعبي السويد حسمت المباراه 24-23. يا خساره، فرقت كتير جدا 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 جدا. والحقيقه ان ادائنا في الماتشات الماضيه كانت بتقول ان احنا اقوى من السويد. كده السويد، مصر، مقدونيا، الثلاث دول من المجموعه. لا مقدونيا صعدوا. مقدونيا دخلت؟ يبقى شيلي فازت على شيلي. طيب دلوقتي شيلي هتستبعد. قالوا لي شيلي بقى هتستبعد. استنى بس نشرح النظام. شيلي هتستبعد بالبناط، يعني بنتائجها. فهيتبقى اربع نقاط، اربع نقاط هتاخدها السويد ونقطتين هتاخدها مصر. ومقدونيا صفر بدون نقاط. عشان كده بقول لك يا خساره، دي كانت هتدينا اريحيه انك انت داخل باربعه بونت تاخد اتنين بونت عليهم، كنت هتعدي الدور الثاني على المصوجر وسكتك بقى تبقى اسهل. بتلعب التوالت وبتلعب، يعني فرطنا الحقيقه. نتمنى ان شاء الله نتدارك ده في الدور الرئيسي باذن الله. القرعه زي ما قلت لكم قرعه بقى كاس العالم لكره اليد للانديه لكره القدم. القرعه بقى هتحدد مباراتي الدور الاول، الاهلي والدحيل واولسن هيونداي وتايجر اونال المكسيكي. يعني الاربعه في مباراتين، مين بكره هيلاعب الاهلي في الدور الاولاني، وبعد كده الفايز هيصعد من المباراتين عشان يقابل بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا في الدور قبل النهائي، ثم الفائزين يلعبوا ان شاء الله في النهائي. يعني ربنا يوفقنا. انت بتقول ماذا يريدون من الاهلي، ما تخليه برضه سؤال عام. مش بس ماذا يريدون من الاهلي، انك انت بتعامل احيانا الاهلي من منظور الواقع بشكل يفتقر بعض الشيء الى المساواه. الذين يريدون من الاهلي والشعب المصري بشكل عام و الاهلاوي بشكل خاص، ان الاهلي يمثل مصر التمثيل الذي يليق بها ويليق بالنادي الاهلي. تمام. وان يستطيع ان يتجاوز، وانا بقول لك لو النادي الاهلي تجاوز الدحيل اللي هي غالبا هيبقى هتلعب يا الدحيل، يا انت مطلقه يا هتلعب الدحيل يا هتلعب ده او ده، يعني ده او ده. ما انا مش فاهم، كان النظام القديم النظام القديم كنت انت هتلاعب الفائز من اوكلاند سيتي والدحيل. ما هو خلاص الدحيل دخل. اوكي الدحيل دخل، يبقى هتلعب زي لا، القرعه مطلقه بين الاربعه. بين الاربعه يعني ممكن تلعب الكوري او تلعب المكسيكي او تلعب القطري.
حتى لو في مجموعتك. اي ما فيش مجموعه، ما فيش السته دول بالظبط، الاربعه السته، ما هو ست فرق. ايوه انت استثنيت ده نظام جديد، ما هقول لك اهو. امريكا الجنوب، بطل امريكا الجنوبيه اللي ما حددش. عارف يا ابراهيم بايرن ميونخ، اتفضل. ست فرق تأهلي. بطل اوروبا، بطل امريكا الجنوبيه بيجنبوهم الدور الاول. يبقى ان في اربع فرق، كان الاول بطل اسيا بيلعب بطل افريقيا. دلوقتي يبدو ان هم اعترفوا بان بطل اسيا وبطل افريقيا يتساوى في القوه مع الاسيا، يعني مع اللي هي الكونكاكاف والمكسيك والحاجات دي. هتبقى في قرعه بين الاربعه، مش كده؟ بين الاربعه الاثنين دول يلعبوا الاثنين دول. ايوه، وبناء عليهم الكسبان يلعب بعض والخسران يلعب بعض. الاربعه يا باشمهندس هيلعبوا مع بعض. الاهلي القرعه مثلا، لو قالت الاهلي هيلعب الدحيل، يبقى الفرقتين التانيين الكوري والمكسيكي هيلعبوا بعض. طب ما انا بقول كده، الفايزين مش هيلعبوا بعض، الفايزين واحد هيلعب امريكا الجنوبيه في القرعه، وواحد هيلعب بطل اوروبا. والمهزومين هيلعبوا على الخامس والسادس. ايوه الترتيب، المهزومين هيلعبوا على الخامس والسادس، والكسبانين من الماتشين نظام جديد الحقيقه هيروحوا للسيمي فاينل. لانه بطل امريكا الجنوبيه اللي ما تحددش لسه مع بطل اوروبا اللي هو البايرن ميونخ هيبداوا من السيمي فاينل من قبل النهائي، مع الاثنين اللي كسبانين لهم من القرعه اللي هتجرى بكره ان شاء الله. عايزين حد بقى من اللي متابعين قوي قوي المستويات يقول يا رب القرعه توقعنا مع مين. هتلاقي كل فرقه ليها وعليها، يعني ما انت لو بصيت حتى انه الفريق القطري دعم فرقته جدا. اولا دعم، وبعدين انت دايما لما بتلعب صاحب الارض بتبقى في حساسيه شويه. صحيح. يعني ما اعرفش هل المصلحه، انت هتلاقي كل فرقه ليها سمات مدرستها، يعني الفريق المكسيكي الداشنج والقوه، الفريق الكوري السرعه الرهيبه اللي عندهم، يعني انت راح تلعب سمات كل مدرسه، والفريق القطري طبعا الارض والصفقات ما انتش عارف حسب التدعيم بقى هيبقى. صحيح صحيح. ده اللي هيتقرر من القرعه، والدكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه للنادي الاهلي بيتابع الملف الطبي باستمرار وبيعقد اتصالات مستمره مع اعضاء البعثه اللي تقرر سفرها يوم 28 ان شاء الله. اكد الدكتور محمد شاوي انه نظام الكبسوله الطبيه اللي هيدخل فيها الفريق او البعثه فور وصولها عباره عن تغليف كامل لمكان اقامه البعثه، ما حدش هيخرج منها حتى نهايه البطوله، بما يضمن سلامه كل افراد البعثات المشاركه ان شاء الله. قال ان فندق اقامه بعثه الاهلي لن يستقبل اي ضيوف من الخارج، علشان كده الاخوه المصريين والعرب اللي مقيمين في الدوحه واللي عندهم امل يلتقوا بعثه الاهلي، الامر لازم يكون في اعتبارهم ان دي الاجراءات الطبيه المشدده من قبل الفيفا واللجنه المنظمه. وقال ان البعثه هتخضع لمتابعه طبيه يوميه لحين موعد انطلاق البطوله. البعثة لن تغادر غرف الوصول لقطر سوى بعد 12 ساعة لحين إجراء مسحة طبية تانية، يعني بعد الوصول في مسحة طبية 12 ساعة في الفندق ثم مسحة طبية أخيرة، ودي كلها إجراءات احترازية مشددة بإذن الله. الدوري النهاردة آخر نتائجه المهمة اللي كانت، المقاولين العرب بقيادة الكابتن عماد النحاس تمكن من تحقيق فوز مهم على الإسماعيلي في الإسماعيلية 1-0، وسيراميكا كليوباترا فاز على طلائع الجيش 2-1، والمقصة فاز على غزل المحلة 2-1، وكان بالأمس طبعا البنك الأهلي تعادل مع النادي الأهلي 0-0، والإنتاج وسموحة تعادلوا 1-1، وتأجلت مباراة الاتحاد وإنبي وفتحت الباب لجدل واسع. ليه؟ كابتن عبد الناصر محمد طلع قال، هو مدير الكرة في نادي إنبي، قال إن احنا يا باشمهندس وصلنا إلى اسكندرية فرقة إنبي، دخلنا الفندق، قال الكابتن عبد الناصر محمد اتصل بيا المهندس أحمد مجاهد وقال لي أنتوا فين؟ قلت له إحنا في اسكندرية. وصلت؟ قال له وصلنا. قال له طب خلاص، إيه في إيه الكلام على لسان الكابتن عبد الناصر؟ قال له كان في اتجاه لتأجيل المباراة عشان ظروف الطقس عندكم، لكن مدير الكرة في إنبي بيقول ساعتين ثلاثة واتقال لنا إنه المباراة خلاص اتأجلت بسبب حالات فيروس كورونا بين لاعبي الاتحاد، اللي قيل ان هي 11 واللي قيل ان هم خمس لاعيبه وست اعضاء الجهاز الفني، سته من اعضاء الجهاز الفني والاداري، وبالتالي تقرر تاجيل المباراه. انا ليه بقول لكم ده يفتح باب الجدل اللي لازما للحقيقه الانديه مع اتحاد الكره يستقروا عليه يا باشمهندس؟ الاتحاد الافريقي استجاب لعلامه الاستفهام الكبيره اللي انت
اثرتها. لما قلت في الحلقه الماضيه او اللي قبليها انه فاكرين لما اتقال ان كوتوكو رايح يلعب مع الهلال في السودان، فبالتالي ما لقوش عدد كافي، اعتقد 22 لاعب من فرقه كوتوكو اصيب منهم 10 او 11، فقال لك مش كفايه لازم يكون في 14 لاعب سليم. ده اتعملت معانا احنا في قطاع عالم ناشئين، واتعملت معانا في تونس، واخد بالك؟ هفكركم المهندس عدلي قال ايه، ثم الاتحاد الافريقي قرر ايه بالظبط. فجاه يطلع قرار ان اي فرقه عندها 5 كورونا ممكن ناجل لها. طب 5 كورونا دي مساله سهله، في مش بس في الدوري الممتاز، دي مساله مؤكده في دوري الدرجة الثانية والثالثة والدرجات الأقل. فماذا هيحدث فيها؟ هل عملية التأجيل مستمرة هيكون لها تأثير على استمرارية المسابقات ولا لا؟ وفي حالة تأثيرها هل هتتحسب الدنيا ازاي؟ كثير من الأسئلة يا أستاذ إبراهيم، خاصة إن بعد ما حدث، ودي نقطة هنتكلم فيها، للمنتخب الشباب وكورونا حقيقي المسابقه كلها اتلغت، بس في لغط كثير جدا، والاتحاد الافريقي كوتوكو والهلال راح كوتوكو يلعب، قالوا له عندك 11 حاله، ما عايز تلعب يلعب، قال لهم لا مش لاعب. الله، ده عكس اللي اتعمل مع منتخبنا، كان عندنا 13 لعيب قالوا له لا ما ينفعش لازم يبقوا 14. ودي حاجة غريبة، انت قانون الكرة استاذ ابراهيم انك انت ما تلغيش مباراة الا اذا كان عدد الفريق اقل من 7 في الملعب. طب انت مالك ان انا ابتدي ب 11 واكمل بيهم ولا مش هغير؟ الله، وحتى لو انا سير المباراة وصلني 7، ما هتوصلني بقى للنتيجة اللي انت ابتديت بيها، هتعتبرني مغلوب. فهي كلها ما انتش فاهم ايه المعلن وايه المسطور والنوايا من ورا الكلام ده ايه. يعني انا حطيت بقى همومي وتساؤلاتي امام حضرتك عشان نناقش هذا الامر. ايه رايك في كلام الراجل ده؟ ما هو النهارده الاتحاد الافريقي انت بتقول قال ان على الاقل يبقى في 11 في الملعب، حسمها. انت قلت انا حطيت الكلام قدامك، قول. ما هو ده اذا كنت انت الملعب بيقول 11 تبتدي ب 11، لكن ما يبقاش في الملعب اقل من 7، يعني ممكن 4 يتعوروا، حتى الفرقه اللي عايزه تنسحب بتقعد تسحب اللعيبه واحد ورا الثاني لغايه لما تنزل بعد ساعه. فليه تلزمني ان لازم يبقى عندي 14؟ انت مالك؟ يعني واخد بالك؟ ايوه، الاتحاد الافريقي سمع كلمه انت مالك وعدل القرار لشكل منطقي جدا، قال لك انا قلت لكم ايه؟ كل نادي عنده كام لاعب؟ 40 لاعب. نعم. اوكازيون غير مسبوق، مش 30 40 لاعب. فانت يا نادي معاك لغايه 28 واحد يصابوا هتلعب، ايه رايكم؟ يعني لو عندك 11 لاعب سليم منهم ما فيش منهم حراس المرمى، دي افتكاسه مصريه. عندك 11 لاعب، توقف مين جندي بتاعتك؟ لانه احنا حتى لما اتقال هنا انه لو 2 حراس مرمى اصيبوا، ده كلام مش قانوني، لانه القايمه ما بتحددش مراكز اللعيبه. ايوه، فبالتالي هو قانون الكره 11 لاعب، مش الزام ان انت يكون عندك احتياطي، ومش الزام ان انت تعمل تغييرات. دي حاجه لصالحك. لا مش موجوده بقت ضدك، انت بتعاقبني ليه؟ هو تعتبرني مغلوب علشان ما تاذيش، ما انت اذيتني. بالظبط. عشان كده انا نفسي بقى ساده اعضاء اللجنه الثلاثيه في اتحاد، لا يغيروا موضوع الخمسه ده خالص. انتوا مشكورين جدا، فتحتوا القيد ل 35، يعني ضفتوا 5 في القيد الشتوي، وحطيتوا 3 في قائمه الانتظار. ده كله كان مساعدة الأندية، والقرار في حيثياته لمساعدة الأندية على مواجهة أعباء كورونا، رائع. إن النهاردة اللجنة الخماسية السابقة كانت قالت إنه معاك لغاية 10 أو 11 لاعب هتلعب. هو ده الصح. المقاولين أجبر إنه يلعب وعنده نقص، وأجبر إنه يلعب في أفريقيا وعنده نقص، وبالمناسبة حتة الجهاز الفني لا ينظر إليها في قانون المباراة. عماد النحاس وعلاء عبد الغني المساعد بتاعه موسيماني ما سافروش، موسيماني. انما انا يتقال لي ان انا باجل مباراه بين انبي والاتحاد عشان في ناس في الجهاز الفني او في 5 لعيبه، احنا كده بنفتح باب الشيطان، او بنفتح الباب للشيطان زي ما المهندس عدلي اشار في البدايه. اصل لازم ممكن يتم 5 لعيبه دول يا استاذ ابراهيم
ما هماش اساسيين كمان، ما مش بيلعبوا. انت زي ما تقول 35 و5 انتظار مش عارف حوالي 40 لاعب، هتلاقي منهم عندك وعندك ناس في الشباب وعندك قيد في الناشئين. اقصد اقول ايه، ما هو مش باستمرار، مش باستمرار النقص هيكون مؤثر يعني. واذا كان مؤثر اسهل لي انك ما تعتبرنيش مغلوب او تاجل لي مباراه وتسيبني العب. شوف ده ليه يا جماعه، المسابقه السنه اللي فاتت الدوله المصريه بذلت مجهودات كبيره جدا وتحدت صعوبات جمع، وكان في محاولات كتيره ضد اتحاد الكره علشان افشال مسابقه الدوري او عدم عوده الدوري. بصوا لما الدوري رجع والكره انتظمت تقريبا يمكن مصر الدوله الوحيده اللي رجعت النشاط الرياضي بكل العابه وكل فئاته. اتحاد الكره رجع الدوري في الدرجه الثالثه والرابعه والدوري الممتاز، كان نتيجته ايه؟ زي ما الكابتن شوقي غريب قال لما سالوه، والحقيقه كانت رؤيه او كلمه ذكيه جدا، لما سالوه المستوى بتاع الدوري بادي عالي جدا، قال لهم ما ده الدور الثاني. ايوه ده الدور الثاني ليه؟ كله جاهز. اعتبر ان الدور الاول اللي اتلعب بشكل مضغوط السنه اللي فاتت ده كان الدور الاول، هو استكمال الدوري بعد جائحه كورونا. فجهز كل الفرق وجهز كل اللعيبه. وخلي بالك المنتخب استفاد، المنتخب الاولمبي استفاد، الاهلي والزمالك راحوا فاينل دوري الابطال، الاهلي اهو راح كاس العالم للانديه، كل ده علشان مشكوره اللجنه الخماسيه اخذت على عاتقها انفاذ رؤيه الدوله في استكمال الدوري وعودته. ما فيش مشكوره، الدوله عايزه، الدوله كان والله دايما القرار ساعات لما يبقى فوقي شايف الصوره اشمل لا بيبقى هو ده القرار السليم. وعلى الجهات المختصه تنفيذه. اه لان انت اذا كان على اللجنه الخماسيه كانت عايزه تلغي. واخد بالك؟ الالغاء بقى، تخيل لو احنا كنا بنقول الكلام ده، بنقول يا جماعه طب انتوا بتقولوا الغي عشان الكورونا، طب افرض الكورونا رجعت اشرس ما كناش هنبتدي الموسم ده. صحيح. انما اللي خلاك ابتديت الموسم ده انك انت عرفت تنهي الموسم الماضي. صحيح. بلا مشاكل. صحيح. فقدرت تبتدي الموسم ده. صحيح. فالحقيقه احيانا قرار لما يبقى يعني لا، رؤية الدولة مؤكد فيها اعتبارات وفيها مراعاة لحاجات كتير جدا، عشان المقولة العجيبة الحق الذي يراد به بطل يستخدم وقت ما نحب، التدخل تدخل الدولة، لا في رؤية، احنا بنمارس الرياضة جوه كل واحد جوه بلده. الدولة تحافظ على اهدافها العامة، في اهداف من ممارسة الرياضة. وعشان كده الدولة لما بتعمل بنية اساسية مش بتعملها فانتازيا يعني. طبعا دي بتعملها لاسباب مقتنعه بيها ان دي لصالح المواطن وصالح سمعه مصر وسمعه البلد. صحيح. فما تجيش تقول لي بقى كل كلمه والثانيه اصل تدخل، يعني انت تعربد بلا رقابه عشان تقول لي ما فيش تدخل. لا يعني للدوله اهداف عامه هي اللي تراها وهي اللي تقرها والجهات المعنيه تنفذها بما فيها اتحاد الكره هنا، حتى لو تحدث عن علاقه دوليه او ما انا بتكلم على دي شرعيه خارجيه او الفيفا او غيره، لكن في النهايه اهداف كل دوله ادرى بها القائمين على الدوله. علشان كده استمرار الدوري السنه دي المفروض ما يكونش مجال للعبث ابدا، ولا يكون مجال للشيطنه على الاطلاق. مزيد من التاجيلات هيصدر قدام شويه ربكه نعمل لكم ايه؟ هنبتدي نقول ما هو ده، وما انتش عارف مين اللي هيتصدى بالظبط، وساعتها هيتقال لك اشمعنى بالظبط. عايزين فكويس ان هم رجعوا دلوقتي اتحاد الكره قال لك هنرجع للمسحه، خلاص شافوا ان الرابيد تيست نتائجه غير دقيقه هيرجع للمسحه طبيا، واللجنه الطبيه مشكوره وصلت لهذا الاتفاق. لكن كمان لازم يتم حسم الامر، هي ايه المباريات اللي تتاجل؟ لان انتوا هتفاجئوا انه في الاقسام اللي تحت ماتشات كتيره بتتاجل في الفتره اللي جايه، ثم بعد كده نقول هنجيب لكم وقت منين، ودي سنه الاولمبيات وسنه المونديال وسنه مش فايته، الغي الدوري. ده اللي هيحصل. فمن دلوقتي انتوا بداتوا المسابقه باتفاق على ايه العدد المسموح في حال الوصول اليه بكورونا تقام المباريات، هل 5 هل 10؟ انتوا مشكورين زودتوا ال 35، ممكن جدا تقول لو الحاله زادت عن 10 لاعبين تاجل. مش لو زادت عني يا استاذ ابراهيم، لو عندك كذا لو عندك 14 يا سيدي اعملها زي ايه؟ لو عندك 14 لاعب سليم هتلعب المباراه مع التمنيات بالشفاء للجميع، لكن فعلا بهذا الشكل. وعلى فكره ده لو يتنفذ على النادي الاهلي هيبقى كلامنا هو نفس الكلام، ده يبقى على الجميع اذا كنا عايزين المسابقه تستمر بالزبط. لان احتمالات بتفشي كورونا كده، احتمالات زياده الاعداد في الانديه هتجدها يعني موجوده.
خاصه اللعيبه اللي لسه ما اتصابتش، يمكن اللي اتصاب بياخد نوع من الحصانه بعض الشيء. لكن الانديه اللي ما عدتش بالمرحله دي معرضه جدا انها تتعرض. بالعكس انت لما تحدد لهم عدد كبير شويه الكل هيبدا ياخد باله والكل هيشدد اجراءاته الاحترازيه. ايوه امال ايه، انما ما تبقاش كده عندي خمسه اجل، عندي خمسه ومباراه مهمه مع الفرقه الفلانيه اجل، وبعد كده على النوته وتطلع النوته بعد كده محملها جامد جدا. بقول لك الموسم هيحدث فيه ارباك بالتاكيد، لو فضلنا على كده الموسم هيحصل فيه ارباك. ده اللي نتمنى التنبؤ اليه لمصلحه الكره المصريه. وعلى فكره ده مش نقد ولا بتاع، ده اقتراحات احنا بنناقش بالظبط. احسموا دلوقتي علشان تستريحوا قدام. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف ايه اللي حصل ليله امبارح. اهلا بحضراتكم من جديد. ماذا يريدون من الاهلي؟ الاهلي تعادل امبارح مع البنك الاهلي بدون اهداف. مبدئيا الاهلي لم يحقق الهدف المرجو منه، في اخطاء فنيه، في اخطاء فنيه، بس هاتولي حد موجود على سطح الارض لاعب او مدرب في ضمانه انه مش هيغلط مدى الحياه. القرار يا جماعه قرار، لو المدرب اخذ وجهه النظر ديت ونجحت بقى عبقري، لو اخذ بوجهه النظر الثانيه وما نجحتش بقى غلطان. هي ديت الفكره، مفيش حد عنده ضمانه انها تفضل كل قراراته باستمرار سليمه يا باشمهندس. ده علق طبعا. بص يا استاذ ابراهيم، انا لما قريت التشكيل في بدايه المباراه قفلت لاني لقيت ان احنا مش بنلعب، عندنا راسين حربه او موجودين على الخط وبنلعب ب وليد من اول المباراه، وده جديد لاول مره، وكهربا وحسين الشحات، ادي ده الثلاثي او راس الحربه. قفلت. وبعدين اللي قفلني اكتر ان عرفت ان كابتن وليد اشتكى وهو بيسخن، وبعدين فوجئت انه موجود بيلعب بيكمل، فكنت خايف ان الاصابه تتفاقم او هو يبقى حذر في لعبه، وده اللي حصل. لكن لما ارجع افكر، ما هو الحاجات البديهيه قوي كل الناس قالت بقى معقوله يبقى عندي بواليا وشريف والعب كابتن وليد راس حربه؟ مش دي بديهيه؟ طبعا بديهيه طبعا. لما يجي متخذ القرار يعملها لازم عنده رؤيه تانية. ايوه. طب انا حطيت نفسي مكانه، عندما افكر هذا التفكير المختلف عن غالبيه المتلقين او الوسط الرياضي، يبقى ربما كان بيفكر اصلا الماتش ده مش هواجه مساحات، ده انا هواجه فريق متكتل. في الفريق المتكتل عايز المهارات هي اللي بتحسم، انك ترقص ترقيصه، تشوط شوطه وانت واقف على الكوره زي ما وليد بيعمل. فقال لك لو عرفت اخطف جون بدري ممكن الماتش يفك، وابتدي العب بقى ايه اللعيبه السريعه اللي عندي زي شريف وبواليا الشوط الثاني يخلصوا لي على المباراه. السيناريو ما مشيش كده. أيوة. لان كابتن وليد شعر بحاجه ربما تكون اثرت عليه، حرصه انه ما يخذلش موسيماني اللي هو واطع فيه ثقه جامده جدا الفتره اللي فاتت دي، ربما خلاه قال اتحامل. وهنا خطا من اطراف كثيره. ما ينفعش يا جماعه ان احنا ناخد مخاطرات في الوقت اللي احنا فيه ده. ايوه داخلين على قائمه كاس العالم، ما ينفعش مباراه فيها طقس مش بصرف النظر بقى، حتى لو كسبت فيها مطره، حتى لو كسبت الماتش ظروف المباراه بقى. ايوه طقس مش ظروف مناسب. المباراه اولا فريقين من مصر اللي ضحكك ان يلعبوا في اسكندريه. من القاهره. ها؟ فريقين من القاهرة رايحين في القاهرة بيسموها يعني مصر بالفلاح، في القاهرة يلعبوا في اسكندرية. هو اسكندرية دي النواد بتاعتها مش معروفة باليوم والنتيجة والساعة، ده انت لما بتيجي اي زمان كان يدوا اجندات فيها مواعيد النواد من يوم كذا الى يوم كذا. صحيح. فانت عارف ان هيبقى فيه مطر كثيف. ليه؟ وهو لما تيجي تسمع كلام الاستاذ عبد الناصر محمد، قال لك الاستاذ احمد مجاهد كلمنا وقال احتمال نحتاج ناجل المباراه، ما كانش لسه فكره كورونا اتطرحت لظروف الطقس اللي عندنا في اسكندريه. هي نفس اسكندريه بلغت ان اسكندريه بتتعرض لامطار لظروف صحيه مناخيه مش مناسبه. ليه العب لازم في اسكندريه، وخصوصا ان البنك الاهلي في مجموعه الصعيد. والله فرع الصعيد. ما البنك الاهلي
ده اللي في الصعيد بيجي يلعب في القاهره. أنا يعني اسوان انا هفتح قوس بس، انا مش عارف لامتى اتحاد الكوره في كل مجالسه القديمه والجديده والسابقه بيضحكوا على الصعايده. انا اسف ان ده بيحصل، لانه البنك الاهلي في القاهره اذا كان له فرع في المحافظات فله فروع في كل الدنيا. السنه اللي فاتت لعب في الدرجه الثانيه في مجموعه الصعيد، السنه دي الاعلاميين مجموعه الصعيد، وهكذا، وقبل كده الترسانه اتحط في مجموعه الصعيد. هم ساعات يعتبروا ان الصعيد يبدا من الجيزه، ماشي، لكن البنك الاهلي ده حتى النادي بتاعه موجود يعني في، يعني يبدا من الجيزه، يعني الزمالك يروح يلعب في القسم في مسابقات الناشئين، الترسانه والزمالك بيلعبوا في الصعيد؟ لا طبعا، لانهم دي منطقه الجيزه لوحدها عشان في ترسانه. هو انت عايز تجامل حد عشان يصعد فجاي على حساب الصعايده؟ مش ضروري اخدها كده، انما عايز اقول ايه، انها بتبقى حل من الحلول. زي الجونه بتلعب في مجموعه بيزقوها بعصايه العقد. يعني الجونه مش بتلعب في مجموعه، بس الجونه البحر الاحمر محسوب جغرافيا البحر الاحمر طبعا، انما هتوديه الصعيد. هتوديه الصعيد طبعا، هتوديه الصعيد. اذا ما علينا، انا بتكلم على مكان اللعب. هي المساله اللي بيزقوها بعصايه العقد. المساله مش ان احنا نعذب بعض. المهم يعني، لان الارض دي الموحله في الاجواء دي اللي فيها صقيع بتؤثر على العضلات، وبتبقى بتعرضها بشكل اكبر لسيبك من انها بتؤثر على العمل الفني. لان المباراه دي كان 77-23 هي استحواذ. يعني دي من الحاجات الغريبه جدا، لكن مش مساله ان انت بتاخد الناس تحطها في ظروف الغير ملائمه، ولا حتى دي من الفير بلاي. لو ملعبك ماشي، لما العبك استفيد من الطقس. لو انا بلعب في اسكندريه، لا انا مصمم العب في اسكندريه، ايوه نقطه لصالحي، انا واخد على الجو ده، انت مش واخد عليه. زي الجونه، ملعب هوا جامد جدا، انا لازم العب حتى لو هلعب الظهر ما عنديش اضاءه، بتروح تلعب في الجونه. اسوان المودشن الثاني سنه اللي بيقولوا اشمعنى الاهلي ما بيسافرش وما بيروح، الزمالك ما بيسافرش، الزمالك حتى ما وافقش الاسوان انه يتبادل المباريات زي ما الاهلي عمل مع المحله. يعني الاهلي مش هيلعب الماتشين بتوع المحله هنا. ده وافق للمحله انه يبدل، ولذلك استحق شكر نادي المحله، ما استغلش الظرف. الزمالك قال لا انا ماليش دعوه. فالماتشين بتوع اسوان زي ما اتلعبوا السنه اللي فاتت في القاهره هيتلعبوا السنه دي في القاهره، عشان بس الناس بتوع اشمعنى. طيب النادي الاهلي النهارده بعد اخطاء طاقم التحكيم في مباراه الامس مع البنك الاهلي، قال بيان ان النادي اداره النادي ارسلت صباح اليوم خطابا للاتحاد المصري لكره القدم، واكد النادي في خطابه على ان الاخطاء التحكيميه التي شهدتها بعض مباريات الاهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحه، ولكن امتد الامر ايضا الى حكام الفار، حيث تم الغاء اهداف صحيحه وعدم احتساب ضربات جزاء شرعيه، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم. جه كمان في بيان النادي الأهلي أو خطابه أنه لم يكن يرغب أبدا كعادته في التعقيب على أخطاء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر، مثل ما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة سواء من حكام الساحة أو من حكام الفار، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، وطلب الأهلي مسؤول اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتطبيق معايير ثابتة على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة. ده بيان النادي الاهلي او ده خطاب النادي الاهلي لاتحاد الكره اليوم. والاهلي دايما وابدا كل اللي بيطالب بيه ارجوكم مزيد من الحرص على العداله بين الجميع. واعتقد تقنيه الفار كان اول من طالب بها اتحاد الكره السابق برئاسه المهندس هاني ابو ريده كان النادي الاهلي. الفار هيؤدي الى تكريس اكتر للاخطاء لانه بشر. قلت لك ما كان الحكم الخامس من باب اولى اللي اقرب من الفار بقى ادانك اداك حقك. لكن اللي انا عايز اقوله تعقيبا على هذا البيان استاذ ابراهيم، انه بيان شيك. يعني في استياء، ما فيش اساءه، في رجاء لتحقيق العداله، في تنبيه ان ده بيخل من مبادئ تكافؤ الفرص. اهم حاجه في البيان ده انه ذكر انا اتضريت في ايه، ما تعرضش للاخطاء اللي استفاد منها الخصم الخالص او المنافس اللي هو دايما اشمعنى لا بيجيب سيرتك يعني.
فالبيان عشان ان انا بطالب بحقي، انا بقول انا بس انتوا عملتوا معايا انا ظلمت في ما راحش قال ان انتوا جاملتوا في ايه. فاول المعيار مش ثابت يعني. فده بيان مسؤول لازم يطلع، لان النادي الاهلي الحقيقه كل سنه يطلع بيانات من النوع ده والناس تقعد تنتقدها، وبعدين في الاخر يقول لك اه كان عنده حق، يقول لك ايه لماذا لا يطبق الفار والاهلي مش عايز الفار. والنادي طبق طلب الفار، ولكن انا كنت متخوف من تطبيق الفار. طيب امبارح كابتن سيد عبد الحفيظ اشتكى من نوعيه طاقم التحكيم، ودي مساله المفترض للكابتن وجيه احمد ولجنه الحكام. احنا مستقرين على قيمه الاهلي بطل الدوري يا اخي، خليه حامل اللقب بس، سيبك من كل اللي فات، الموسم ده الاهلي حامل اللقب. هل يستوي عندك حامل اللقب واهميه مباراته ومالهاش دعوه بطرف مين طرف المباراه الثانيه، بس انت عندك حكام دوليين بكل خبراتهم، يا هتحط ناس منهم في الملعب يا هتحط ناس منهم جوه غرفه الفار في النهايه علشان تضمن الحكم الدولي هنا او هنا عنده قدر من الخبره في مواجهه امور كتيره جدا. لانه امبارح غير مفهوم ان انت تجيب حكم كره شاطئيه او خماسيه يا كابتن وجيه، يعني دقت خلاص، جاب حكم محمد سلامه ميدو حكم معتمد كره خماسيه وشاطئيه عشان يحكم مباراه للاهلي. بالله عليك ده كلام؟ اولا محمد الحكم ميدو من منطقه بورسعيد، يعني كان تستشعر الحرك سنه. ومش عايز اقول لك انه الناس بتتكلم مين في لعيبه البنك الاهلي اصدقاء مباشرين للحكم على قهوه بورسعيد، لعيبه جاهرت كتير بكراهيتها للنادي الاهلي كانت موجوده في الملعب امبارح واصدقاء للحكم. هل ده كان ما يخليكش تستشعر شيء من الحرج يا كابتن وجيه وانت بتختار حكم للاهلي؟ وما بنقولكش مين، انت ست مباريات للاهلي، اربعه دوليين وثلاثه مش دوليين، ادي مباريات الاهلي السبعه، لكن الزمالك ست دوليين وفي اتنين كانوا دوليين واتشالوا السنه دي من القائمه اللي هو الحنفي وعاشور. يعني اذا انت بتختار يعني بتختار الحنفي وعاشور ده معتبرين من اصحاب الخبره الهائله في النهايه خبرات، لان احنا مش بنتكلم على مجرد الشاره، لا يعني هم دوليين بنتكلم على خبرات، دوليين السنه اللي قبلها. فانت ليه الفرق الكبيره بمبارياتها اللي هي تحت المجهر والاخطاء فيها بتحدث مشاكل يا اخي حط حكم كبير بخبرته هنا او هنا، لكن لما اكون حاطط حكم كره شاطئيه في الملعب يا كابتن واحط في غرفه الفار عمرو الشناوي ابن كابتن احمد الشناوي ليه كل التحيه والتقدير، لكن احنا بنتكلم على نوعيه الاختيار. وتزعل لما الكابتن سيد عبد الحفيظ يحط علامه استفهام على الاختيار. طب بلاش راينا وبلاش راي الكابتن سيد عبد الحفيظ، خليك مع راي الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس بعد المباراه رايه في الخطا اللي اثار كل هذا الجدل اللي هفاجئك باراء مهمه جدا فيها كابتن وجيه. نشوف الكابتن سمير. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. نشوف هنا ميدو سلامه هنا شايف الشكل تماما واضح قريب بالظبط 6 يارد ودي 4 يعني كانت في 10 يارد حسب الهدف. تمام. طيب انا عندنا في هنا هنجيب حاجه بسيطه جدا طبعا مع احترامي لكل الاراء اللي بتقالت، طبعا كل الاراء دي طبعا ايه اساتذتنا وكل حاجه، بس انا بتكلم عن قناعتي انا. تمام. انا شايف لعبه في كوره اتلعبت لعيب النادي الاهلي رايح يلعب الكوره وفي لعيب قصاده من لعيب نادي البنك الاهلي. لعيب بتاع النادي الاهلي ده عامل يعني عامل جامب بيطير وبيلعب الكوره، والله احنا لو شفنا في الصوره هنا لعيب نادي الاهلي فوق بس لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه اهي لا بس. هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص ده طاير عادي. انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول، انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس فين؟ مفيش حد معاه خالص يعني ايمن اشرف. وخلي بالك واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين؟ فالثاني ده برضه بيوصي. انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه حضرتك لو انا الحكم
نجيبها من الله. الحاجات دي بتبقى فيه ما تبقاش صح. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام، مش هروح للفار خلاص اصلا. انا شايف انا شايف الفار يا كابتن، البروتوكول بتاعه كلنا عارفينه. طب فلسفته ايه؟ فلسفه الفار ان بينادينا على الكور الواضحه اللي انا ما شفتهاش. ايده سلامه يبعد عن الكوره 10 ياردات. طب انت حسبت ليه؟ بص ميز، مفيش اي زاويه رؤيه، بص هو ايده بتعمل ايه كمان؟ بص الحكم بيعمل ايه؟ شايف ايده بيقول لك ايه؟ ايده بتعمل ايه؟ البادي لانجوج بيقول لك مفيش حاجه، صح؟ انت شايف معايا ولا لا؟ تمام. شايفها؟ تمام. انت حسبت تروح للفيديو ليه؟ طيب. ال قال لك سمير عثمان ما روحش للفار اصلا. ما روحش للفار اصلا قدام عينيا وشايفها. وانت هتشوف مجموعه من الصور، وهتشوف حتى مجموعه من التصريحات لمدربين لحكام محايدين خارج مصر. صحيح. هيدعموا هذا القرار. في صور ثابته هنشوفها في اللقطه اللي قبل اللي بالظبط قبل ما يحصل الالتحام، قبل ما يحصل الالتحام بين المدافع وايمن اشرف، هتشوف صوره ثابته خالص الاثنين، يمكن اللاعب البنك هو اللي بيحوش بايده ايمن اشرف ان هو يوصل للكوره. طيب يا ريت يجيبوها لنا بعد تعليق كابتن غندور، لان بتشرح تعليق الكابتن غندور. طيب هنطلع لفاصل، بس بعد الفاصل القضيه ممكن وبالانجليزي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في سبيل اقرار العداله من قبل اتحاد الكوره فيما يخص لجنه الحكام، كان في قرار ايجابي جدا، انه قال ما يخص تشكيلات لجنه الحكام اللجان الرئيسيه والفرعيه، اي حد له اقارب لغايه الدرجه الثانيه او الثالثه او يحظر ان هو يكون موجود في تشكيل اللجنه. وده كان عطفا على وقع حصلت. الكابتن عزب حجاج والراجل الدكتور وله كل الاحترام والتقدير، بس ابنه موجود كحكم فبالتالي بيتعاقب. فانت منتظر ايه من اب يعاقب ابنه؟ ما ننتظرش اكتر من مشاعر الابوه. فبالتالي من الظلم للحكم اللي شغال ان ابوه اللي يقيمه او ابوه اللي يقرر له او ابوه اللي يسند له او حتى ابوه اللي يعاقبه. فبالتالي كان قرار ايجابي جدا. كل اولياء الساده الامور الحكام تعالوا لي على جنب، في تشكيلات اللجان لا مش هينفع. وده قرار ايجابي جدا. بس كمان حتى في التحليل، كابتن الشناوي راجل له كل التحيه والتقدير وخبرات ومحاضر دولي، كنت انتظر منه انه امبارح في اون تايم سبورتس يعتذر عن تحليل فقره الحكام، ومعاه في نفس الاستوديو كابتن سمير عثمان، لانه حكم الفيديو. ما انا مش هقدر اقول له مشي ابنك من المباراه، بس على الاقل ما تنتظرش من اب بيقيم ابنه انه يجي على ابنه. فكان اعتقد درءا للشبهات ومنعا للحرج كان الكابتن الشناوي نفسه ما يحللش هذه المباراه، لانه الحقيقه كان مهتم جدا يبرأ ساحه حكم الفار. طبعا الفار اللي كان هو البطل المباشر في حدوته امبارح. كابتن جمال الغندور له راي في هدف الاهلي الملغي. كابتن سمير عثمان قال لك الهدف شرعي وصحيح، وانا لو مكانه مش هروح للفار اصلا. هو لو الفار قال لي كذا بره ايه هتشوف ايه تاني؟ بينه وبينها 3-4 ياردات وعمال يشاور بايديه ويقول لك العب صح مفيش مشكله. وبعد كده انا ليا تعليق على الجزئيه دي، بس ما نسمع كابتن غندور. نسمع كابتن جمال غندور. طيب عشان ما حيرتش بالنسبه لي. لا انا خلاص انا فهمت حيرني ايه. طيب انا ممكن اترجم. طيب لك. طيب اتفضل. خلاص الهدف صحيح. ليه الهدف ليه؟ صحيح لان الحكم لأني ما عنديش ما يثبت عكس ده. بالظبط كده انا صح، ما عنديش ما يثبت عكس ده. لا ترجمتي الكلام حضرتك صح، مش ما عنديش انه ما حصلش، ما عنديش صوره. ايوه يعني تثبت عكس ده. ترجمتي الكلام حضرتك صح. تمام. يبقى انا في الحاله دي عندي قرار اتخذ في الملعب، وما عنديش ما يثبت عكس هذا القرار، ما عنديش صوره تثبت. أيوة. على فكره من الممكن ان يكون هناك قفز باليد او سند باليد قبل التسجيل، لكن مش في الحاله دي. انت على خط المرمى، انت الزمن المستهلك هنا ما تقدرش تعمل فيه حدثين. تمام واضح. الزمن المرتكب هنا يتعمل فيه حدث واحد. واضح يا كابتن. طب الكابتن غندور، انا تابعت الفقره دي بالذات، كان بيحلل ان الفار لا يستدعي الحكم الا عشان ما يوري له حاجات هو ما شافهاش. ايوه تمركز الحكم كان
اقرب واكثر دقه من الفار. من الفار. وقال ان لو هو اللاعب طلع بايديه على بص دي اللقطه الذهبيه الحقيقه يا باشمهندس. اتفضل. هو وحدد ان لو دراعه اليمين استند على اللاعب، لان هو هنا ما يقدرش بدراعه الشمال دي كده، لانه خد خطوه لورا وراح ناطط. قال التوقيت مهم. توقيت يعني ايه؟ الكره من ارتدادها من العارضه وهي قريبه جدا من خط المرمى ما تسمحش ان اللاعب يرتكب خطا يوقف ويستند. بالظبط. ما يحصلهاش. بالظبط. فقال تعالوا بقى نشوف اللقطه اللي قبل دي. اللقطه اللي قبل دي هي اللي كاشفه. هو طار ولعب طار. بص يا باشمهندس الكره كده نازله من العارضه، نازله من العارضه اقرب لدماغ واحد من الاثنين. ايوه واخد بالك. طب الراجل المدافع ما نطش، ما راحش. أيوة. لسه مدافع رجله على الارض. وايمن اشرف نظرته عينيه لفوق للكره بياخد التكوف. بياخد التكوف. دي اللقطه المهمه جدا يا جماعه. مين اللي بيحوش التاني؟ هنلاقي بص شايف مدافع البنك ايده اليمين بيمنع ايمن اشرف انه يتقدم. انه يتقدم. لا ده في واحده اوضح اللي بعد منها ايمن راح رايح للكوره، راح موطي جسمه ورا. في واحده اوضح منها يا رب تكون عندك برضه. اهي. لا مش دي اللي قبليها. لا لا في واحده بقى اتنين. هما الاثنين بس. ايوه. وواضح ان اللاعب بيعمله بايده بيحجزه. ما هي اللي قبل دي، هي اللي قبل دي. هما الاثنين فقط. في واحده لوحدين كانت ايمن وايمن واللاعب فقط اللي قبل دي. انا هوري لك اللي قبل دي. اللي قبل دي ما اداني شفتها استاذ ابراهيم. اللي قبل دي الكادر شامل لعيبه ثانيه واقفه جنبه. في كادر لا ده دي هو بعد ما لعبها خلاص. نط لعبها كويس. فانت هو في مرحله الهبوط خلاص، هو لعب وبيهبط. بالظبط. هيروح فين؟ بالظبط. اللعيب قدامه. بالظبط. بالعكس. وايد ايمن اشرف اللي الكابتن الغندور اتكلم عليها شايف طايره فين؟ اليمين. قال لو ايده اليمين دي ركزت كان يبقى طالع على اللعيب. بالظبط. فادي اليد اليمين. في ما علينا، في واحده ثانيه هبوريها لك بيني وبينك. انا هو لوحده في الكادر مع ما هو الكادر المقصوص من اللقطه الاولانيه. مقصوص. لو جبنا ايوه, أيوة مقصوص. هات اللقطه الاولانيه كده. ما انا شفتها يا استاذ ابراهيم. هو مقصوص من اللقطه الاولانيه. اهي بص. والحكم الحكم شايف اقرب واحد فين؟ الحكم اهو. الحكم اهو. دي اهم حاجه بقى. لو كان شاف فيه قفز على الخصم كان 100% حسب. يعني احنا بكل ملاحظاتنا على التحكيم امبارح انا ما اقدرش اشيل الحكم دي غير انه راح للفار، لان هو لما يروح للفار هو عمل ايه بقى؟ خد بالاسلم وانا مالي احدفع على الفار. ايوه واخد بالك. فانما هو قراره وقناعته حسبها، هو كان واقف جنبها. كابتن جمال غندور قال تعليق مهم جدا. هل الفار قدم لنا ما يثبت ان حصل حاجه صورة. الحكم ما شافهاش؟ ما قدم لناش، لان القفزه دي كانت قدام الحكم. الا اذا كان في حاجه ما شافهاش، فما قدمش ما يثبت ان هناك سبب يدعو الى الغاء، الى الالغاء لم يراه الحكم. طيب عاد تعالى، الحكام المصريين انقسموا. طب الحكام المصريين في حساسيات وفي حاجات كتير واعتبارات كتير. خلينا بقى من الحكام المصريين، هنعتبر ان في تساوي بين حكام المصريين في الخلاف. روح للناس اللي من الخارج. طيب قبل ما نروح للي من الخارج خلينا نقول انه حتى الكابتن ناصر عباس خبير التحكيم في قناه الاهلي بعد المباراه كان رايه ان هي فاول، وده راي فني يحترم. ده كان في قناه الاهلي ولا حجر على رايه. لكن كمان كابتن الشناوي زي الكابتن ناصر عباس، كابتن الشناوي رايه انه قرار عمرو الشناوي ابن الكابتن الشناوي في غرفة الفار كان قرار سليم. رأيه كخبير كأب كأي حاجة له كل التقدير، بس زي ما قلت لكم أنا شخصيا كنت أتمنى منه رفعا للحرج إنه خلاص يسيب الكابتن سمير عثمان يحلل الفقرة دي أو اليوم ده بالذات. أما إنه ده حصل انقسام مصري ربما يكون له علاقة بخلافات الحكام مع بعض. كابتن جمال الغندور وكابتن سمير عثمان رأيهم هدف الاهلي سليم 100%، كابتن الشناوي وكابتن ناصر عباس رايهم انه مش سليم. فان اختلفنا في الامر نروح للخارج. نروح الاول لخبير التحكيم العربي الكابتن جمال الشريف، كابتن جمال الشريف السوري، واحد من الحكام اللي لعبوا كاس عالم وخبراته كبيره ورايه اعتقد يعتد به. طبعا الحكم كان في موقع ممتاز ليتخذ القرار بنفسه دون الحاجة للرجوع إلى الفار، لكن الفار فضل كان له رأي آخر اعتمده الحكم فيما بعد. بالنسبة للاعب
الأهلي الذي انطلق ليلعب الكرة برأسه من الخلف طبعا أيمن أشرف، حيث الكرة بعد أن ارتدت ضعيفة، لم ترتد بشكل قوي إلى باتجاه خروجها من منطقة المرمى، فأصبح لبطئها ولارتدادها أصبح المدافع أقرب إلى خط المرمى، وبالتالي عملية العودة بالنسبة إليه كانت صعبة وصعبة للغاية، وبالتالي استكان للكرة المرتدة فيما انطلق أيمن أشرف الذي كان يتمتع بإمكانية أفضل من المدافع لأنه كان بعيد عن الكرة، وبالتالي هو قادم من الخلف، فهذا يتيح له الفرصة أن يرتقي ويقفز بشكل مريح، وبإضافة لخطوات السرعة التي يستخدمها التي تمنحه القدرة على الارتقاء بشكل أفضل. أعتقد بأن اللاعب المهاجم لم يؤثر على عملية الارتقاء بالنسبة للمدافع للاعب الكرة، والمهاجم لم يقم بعملية استناد. الاستناد سوف تتم إما باليد، وهذا لم يحصل لأن اليد كانت ممتدة بعد إلى منتصف الصدر تقريبا، أو بالساعد عند المرفق لكي يتكئ على اللاعب المدافع ويستطيع بالتالي أن يكتسب فرصة أفضل للارتقاء والتسجيل. كل ذلك لم يكن موجودا. الحالة الوحيدة التي كانت يمكن أن نذهب باتجاه احتساب المخالفة هو إن قام بعملية دفع للرقبة أو للوجه، وبالتالي هذا سيجعل المدافع أو يفقد المدافع ما تبقى له من إمكانية للتعامل مع الكرة، لأن الكرة على هذا المستوى تلعب بالرأس، وبالتالي عندما أزيح الرقبة أو الوجه أو الرأس وبالتالي لا أمكنه من ذلك. أنا لم أرى ذلك، لأن هذا سيتم إما بكف اليد على الوجه والرقبة أو باستخدام الساعد لدفع الوجه أو دفع الرقبة، وبالتالي أنا أعتقد هو انطلق بشكل متميز، طبعا أتاحت له فرصة ارتداد الكرة ومكان وتمركزه فيما كان ذلك أفقد المدافع كثير من الفرص للمتابعة، كان لا يمتلك إلا فرص محدودة للمنافسة، وبالتالي بقي واقفا في مكانه فيما انطلق مع القفز بالهواء، ليس لا لم يستخدم الركبة على ظهر اللاعب المدافع، لم يقم بعملية دفع، لم يقم بعملية استخدام الكتف للدفع من الظهر من الخلف، وبالتالي كل هذه العناصر التي يمكن أن تدفعنا لاحتساب المخالفة لم تكن موجودة. أعتقد لا وجود لمخالفة، لا وجود لدفع، لا وجود لاتكاء، لا وجود للدفع أو إزاحة الرقبة أو إزاحة الرأس، وهذه هي بيت القصيد، لأنه من خلالها يستطيع أن ينافس باعتبارها كرة عالية، وبالتالي أعتقد أنا أرجح فكرة أن يكون الهدف صحيحا. كلام فيه تفصيل دقيق جدا وتوصيف ميكانيكي للحركة، صحيح، حركة المدافع وحركة المهاجم وفرصة المهاجم وفرصة المدافع، أن المدافع لم تكن له الفرصة ولا النية للمشاركة لأنه كانش عنده فرصة، إنه دي خلاص تجاوزته، وهو المهاجم قفز يلعب الكرة ملوش دعوة بالمهاجم خالص، كون المهاجم في طريقه ده موضوع تاني، ودراعه ممدود للي مفيش تنافس على الكره يا استاذ ابراهيم، ده ملخص الكلام، مفيش تنافس، فانت لو في تنافس وانت منعت مفيش، انما القفز والاحتكاك وكده، ما هو طالما انت في الهواء انت هتقع فين؟ ما انت هتقع اذا كان بالاندفاع ده المدافع موجود في المنطقه دي هتقع معاه، صحيح، هتحتك بيه، هي لحظه، وهذا ما اعتمد عليه وراء هذه اللقطه اللي انت كنت هذه اللقطه اللي انا بقول لك عليها، ولا اوضح ولا اوضح. بص هو خلاص يعني المدافع بايده اليمين بيحاول يحجز ليه؟ لانها تجاوزته، ايوه، فهي الكره تجاوزته بالظبط، الايدين الاثنين هو بره جسمه، يعني ايمن وشايف الكره فين، الكره مش واقف وراه، الكره فوق منهم جايه من العارضه، جايه في مواجهه، يعني في مواجهه، حتى الكابتن جمال غندور قال ملحوظه ذكيه جدا، قال لك الوقت اللي استغرقته ايوه
ده هي يا دوب دي الكره نزلت على الدماغ على فكرة ايمن. ايوه فقفز ولعبها اللقطه دي الكره جوه. ارجع لي الصوره تاني لو سمحت، ارجع لي الصوره تاني. مفيش اي يعني هو مش واقف ورا المدافع. ايوه فقفز عليه. أيوة. ده واقف جنبه يعني جنبه، فهو لما قفز سقط عليه بالزبط. بعد ان دخلت الكره في الشبكه. الكره خد بالك الخناقه دي كلها والكره جون. يا جماعه ايه عايزين اوضح الكره جون. انت ليه يعني ليش يعني فهمتني انا كنت عايز الصوره دي بالذات ايه هادئ تشرح كل شيء. فجمال الغندوري حكاها وجمال الشريف حكاها والقضيه تعال نشوف القضيه ممكن الرهيم. لانه الحياه بالانجليزي، لانه الحكام العرب حاجه والحكام المصريين حاجه. كابتن احمد حسام ميدو في برنامجه اوضه اللبس الراجل قال انا كتبت تويته انه هدف الاهلي غير صحيح وانه خلاص كفايه بقى مناكفه ومجادله الهدف غير صحيح. كتب كده وبعدين هو عنده تعامل مع الحكم الانجليزي فيرموت جالاجر ده واحد من حكام البريمير ليج. ميدو بيقول لك عنده 500 مباراه في الدوري الانجليزي، حد بالخبرات في المستوى الاول، وبيبعت له الحالات المختلف عليها والراجل بيشوفها وبيرد عليها. هنا القضيه ممكن وبالانجليزي توجه اعلامي جديد ووراقي صحيح. راي حاسم جدا يا كابتن وجيه احمد، يا ريت تشوفه. البريمير ليج من سنه 92 ل 2007 15 عام، حكم نهائي كاس انجلترا، كاس الاتحاد الانجليزي 96، نهائي كاس الشباب 5 كاس العالم للشباب 95، حكم كبير جدا. وطبعا هو راجل لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا يعرف حد هنا ولا اي حاجه، وانا والله والله بقسم لكم بالله ما اعرفش رايه في الحالتين اللي انا هعرضهم عليه، اللي هم في مباراه البنك الاهلي والاهلي، وعايز اعرف رايه يعني. personally I think it's a good goal. I think the forward has every right to challenge for the ball. Okay. Strange enough we had an incident like this in the Premier League last week with Harry Maguire. Okay. Who made a similar challenge, the referee disallowed it and we all felt as pundits that should be a goal. But Alan Shearer was our pundit last week and I said to him if you're disallowing goals like that he'd have lost 60 off his total in the Premier League. So yeah. I think the forward will be a little bit upset with that one because he has every right to go for the ball. I think his sheer body strength allows him to go for it, and I was surprised the referee disallowed it. Okay, I will translate. أنا سألته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم إلغائه، والراجل قال لي إن هو متفاجئ ومش مصدق إن الحكم لغى الجول. بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100%، وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول ده. بالنسبه للكيس الاولانيه هو بيقول ان الكره دي لو اتحسبت جول لو اتلغت معظم اهداف المهاجمين الكبار ممكن تتلغي. ده رايه يعني. وبيقول ان طبيعي ان الوضع التشريحي مش الوضع التشريحي او طبيعي او المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره وان هو يحاول ان هو حتى بايديه ان هو يحاول ان هو ما يحاول ان هو يوصل للكوره. فده راي ديرمت جالجر. طبعا انا بقسم لكم باولادي وحياه اولادي ورحمه ابويا انا ما اعرف كنت الراجل ده هيقول ايه. انا نفسي كتبت على تويتر بعد الماتش على طول ان الكوره فاول، ده رايي، لكن انا مش حكم، انا راجل مش حكم. يا فرحه الاهلاويه فيا. طيب جالكر حاسم اندهشت جدا وتفاجات بالغاء الكوره، وان دي لو طبقناها لازم نلغي اهداف كتير جدا، وده اللي ما حصلش في الدوري المصري يا جماعه. عشان كده بنقول اين العداله
العداله ان يبقى في مسطره واحده، لانك انت ما تفوتهاش مره واثنين وثلاثه وتيجي مع النادي الاهلي تحسبها. الكوره اتشرحت بدقه شديده جدا، مهاجم راح يلعب ومدافع لم يشترك ولم يكن له فرصه للمشاركه، راح لعب بمنتهى القوه في هو انت الفتره ما بين ارتقائك ولعبك للكره دي فراكشر فينتو ثانيه. دكتور زويل يحسبها. فرحمه الله عليه. فالكوره ما فيش جدال من كل المحايدين راوها ازاي، كل واحد بقى عايز ياخدها في سياق عاطفته، كل واحد يعني يتحمل رايه اللي احيانا يبقى لا يتسق مع الحقيقه ولا مع العداله. ولكن احنا هنخرج فاصل لان عندنا بقى الحالات اللي كان يجب ان تلغى اذا دي اتلغت او دي كان لازم تحسب طالما الحالات الثانيه اتحسبت. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا القضيه ممكن بالانجليزي لانه جلجر الحياه الحكم الانجليزي اللي قال لميدو على الواقعه بالكامل ادى الضربه القضيه في هذا الجدل، وقال لك انا مستغرب هو ازاي الحكم راح؟ وهنا تبان فكره الخبره للحكم. كل الحكام اللي اخذوا على الحكم محمد سلامه ميدو انه راح للفار واخذ بكلام الفار، كابتن جمال الغندور والكابتن سمير عثمان قال لك ما كنتش اروح، ولو قال لك ما تاخدش بيها، بس هو مش هياخد براي الفار الا لو كان حكم تقيل، حكم واثق في قراره، هو قريب من اللعبه، وكل ما تتعاد وببصوا على الحكم وهو فارد ايديه ما حبش يجيب نفسه ويقول لا مفيش حاجه العب العب. وبعدين وراح يسال لو اتعادت اللقطه دلوقتي هوري لك. استاذ ابراهيم خد راي الفار من مين؟ دي نقطة مهمة جدا. وبرضو احنا بنتكلم في حكام خبرات اقل. فهل لا هل ده معقول؟ ابن الشناوي مش هيقدر يقول له لا انا سيبك من الكلام. بص الحكم بص لا اللقطة اللي قبل كده هتولنا تاني لو رجعت لقطة واحدة الحكم فارد ايديه الاثنين. لا في البداية خالص وهي بتتلعب فارد ايديه الاثنين، ما معناها انه شايف مفيش حاجة. ده لو هو حكم بخبره وبثقه في رايه وفي زاويه الرؤيه بتاعته، بصوا لما تتشاط خليك مع ايدين الحكم يا باشمهندس، هيفرد دراعاته الاثنين، ما معناها ان انا شايف ومفيش حاجه. اهو بص اهو مفيش العب. ثم مشاور يعني اللقطه اللي قبل ما يشاور متاكد من قراره. ده لو هو حكم خبره يا كابتن وجيه ما كانش لا هيروح للفار ولا هيأثر عليه قرار الفار، لانه زاويه الرؤيه اوضح حاجه بالنسبه له هو. طب المدافع نفسه بقى ليه عمل كده؟ احنا بنحاول نبص على الصوره من كل الزوايا. هل المدافع نط؟ ده بالعكس ممكن تقول انت وطيت عشان تفاول عليه. صحيح. يعني المدافع تصرفه ده الكره خلاص على راس ايمن اشرف وجون. كابتن ابراهيم سعيد كواحد مدافع خلي بالك من زميله وهو عشان كده هو ما كانش مشارك، زميله كان بيحاول يلعب الكوره. أيوة. برجله بالظبط، بس ايمن كان اسرع من الاثنين كابتن ابراهيم سعيد كمدافع له راي في حته ليه الهدف سليم والمدافع تصرف كده مع ايمن اشرف ليه؟ نشوف ابراهيم سعيد. انت كابراهيم لو انت مدافع تتعامل مع الوضع اللي عمله اللاعب؟ بص لاعب البنك الاهلي، بص هو يعني مدافع البنك الاهلي اتعامل في كان فيها يعني حته ذكاء شويه. هو جون ولا مش جون؟ طب من وجهه نظرك بص هو الطبيعي ان هو يعني ايه المواجهه، انا طالع ضارب الهيدرز بتاعك، خصوصا كمان ان اسمه ايه ده ايمن اشرف من اللعيبه المدافعين. فهو الجامب بتاعه يعني عارف ما كانش يعني ايه كان للامام، فهو في اللحظه اللي هو بينط فيها دي قام خابط فيه، فهي دي اللحظة اللي بينت ان ممكن تكون فيها فاول، خصوصا كمان المدافع. بس الكرة بس فين ابراهيم؟ شفت التمييلة بتاعت المدافع بتاع البنك الاهلي؟ هي دي اللي خلت الامور تبقى يعني فيها شك شوية للحكم، بس كطبيعي لو انا لا الجامب بتاعه إن هي هدف. لان انا مش مشترك مع، لان انا الجامب بتاعي مش طالعين مع بعض فاروق. يعني واخد بالك انا واخد نقطة الانطلاق بتاعتي النطة بتاعتي على مسافة. فهي المفروض ما تبقاش فاول. نفسك بيأكد مفيش تنافسية وفي مسافة سمحت لأيمن انه ياخد نص خطوة ويقفز،
مش هما الاثنين من الثبات وبيقفزوا فرح ساند عليه واحد طلع والتاني مستقر على الارض فمنعوا انه يطلع الثاني ما فكرش يتنافس ولا يشترك الا انه يميل بجسمه لورا فهو علي. وابراهيم نازل خلاص بقى الكره اتحطت وهو طاير في الهواء هيروح فين. خلي بالك انا بيعجبني الكابتن ابراهيم، بقول لك انا قلت رايي ده قبل كده، اشعر حتى لو في بعض المواقف اللي مش بتفق معاه عليه بلاقيه اجريسيف شويه، لكن هو مالوش حسابات. ما بيسويش حاجه، مالوش حسابات ومش خايف من حد، ومش خايف يزعل الجمهور ده او يرضي الجمهور ده او يزعل الجمهور ده والعكس. بيقول رايه وبصراحه شديده صادمه، اللي هو شايفه مقتنع بيه صادمه. لكن هو في التحليل يعني انا من الناس اللي بدور اسمعها يعني. طيب قال حاجه الحكم الانجليزي، لو كل الاهداف لو الخطا ده بتاع الاهلي هيتلغي يبقى في جوان كتيره جدا لمهاجمين كبار في العالم هتتلغي، بس حتى على الصعيد المصري واحنا بنقول العدل العدل نفس اللقطه بنفس الشكل بنفس القفزه في ماتشات تانية ما بتتحسبش. وهفكركم بالزمالك وحرس الحدود، فاكرين اللقطه بتاعه الونش؟ الونش لما طلع الدور الثاني، الونش طلع الدور الثاني اهو ودراعه على دماغ الراجل وساند وكامل وفي ضربه جزاء وما اتحسبتش ضربه جزاء، وطلع خبراء التحكيم وقتها وقالوا ضربه جزاء صحيحه لحرس الحدود لم تحتسب. طيب احنا كمان هنفكركم بحاجه بقى في قديمه، على قديمه الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي 2001 اسرع مباراه في تاريخ الدوري المصري 4-4، وهذا التعادل ضيع على الاهلي ضربه الفوز ببطوله الدوري. عمرو فهيم في هدفه في النادي الاهلي وازاي قفز وازاي لعب الكره، اعتقد ان القفزه كانت على محمد فاروق كان راجع يعني دافع. هتتعاد تاني يا رب تعيدها، يا ريت تتعاد. هل في طريقه بسلو موشن شويه ولا صعبه؟ دي في 2001 اللقطه دي يا جماعه، وهذه القفزه من عمرو فهيم على مدافع على لاعب النادي الاهلي ضيع على الاهلي اهي، ضيع على الاهلي بطوله الدوري، لانه ده تعادل اللي ضيع البطوله وقتها، ومانويل جوزيه مشي وحاجات كتيره حصلت. لاعب الارض اهي طرح ارضا، بصوا اهو لاعب الاله هتلاقيه ده سنه، ودي ايه بقى اللعيب وقع قبل حتى الكره ما توصل بالزبط. يعني طرح ارضا قبل ما الكره توصل لكابتن عمرو فهيم واتحسبت، وهتلاقي لعيبه الاله قعدت تشاور له ضربه جزاء فاول فاول فاول، بالحكم ما استجابش وحسب وتعادل الاله وضاع الدوري. طب دي اخطاء الجون اللي جابه الكابتن، ده كان حكم اسباني، كابتن بن شرقي في الرجاء، ما هو نفس الوسمه، وجون اشرف بن شرقي للزمالك في مرمى الرجاء. لو الصوره موجوده يمكن عشان هي ديت حقوق للبي ان، بس لو الصوره موجوده هتشوف القفزه. واحنا هنا بنقول يا جماعه هي جت عند الاهلي ووقفت، جت عند الاهلي ولا الالتحام جريمه، الالتحام مشكله. ده كلام اعتقد نتمنى ان يكون بان، لكن على منهج ملك وكتابه وعلى مناقشاتنا دايما مع الزملاء في كل البرامج، احنا بنبقى معنيين بالصوره ومعنيين بالحقيقه ومعنيين بالموضوعيه. الكابتن والزميل العزيز سيف زاهر في اون تايم سبورتس كان له تعليق على اداء ملك وكتابه فيما يخصه هو شخصيا، وزي ما قلنا الاحترام هو الفضيلة الغائبة اللي دايما وأبدا بنطالب بيها في إعلامنا الرياضي وفي كل ملاعبنا. نشوف الكابتن سيف زاهر. الأستاذ إبراهيم المنيسي والكابتن عادل القيعي وجهوا لي رسالة في النجم وبقول لهم كل الشكر وكل التحية. واحد دلوقتي بيتفرج يقول لي يا عم الراجل انتقدك، طلع تقول لي بوجه له الشكر، عارف ليه بوجه له الشكر؟ الأستاذ إبراهيم المنيسي طلع وقال لي بالحرف، أذاع الفيديو ليا وقال لي حمدي فتحي يا سيف مش للبيع، ومفيش تعاون مع بيراميدز، ومفيش صلح مع بيراميدز، وموضوع حمدي مقفول، والاهلي قفل على فرقته. تعظيم سلام. بالنسبه لي الاستاذ ابراهيم والمهندس عادل القيعي مصادر موثوق منها لان هم يمثلوا اعلام النادي الاهلي، فخلاص. حتى ما انا قلت الدخول، حتى ما قلت الدخول من الباب قال لي لا 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 مفيش دخول من الباب يا سير. اتفرجت على الفيديو كويس جمله جمله، تعظيم سلام. انا قلت وجهه نظري ان في عرض ممكن دي تكون مبادره، قال لي لا مفيش مبادرات، خلاص من هنا ورايح عندي في البرنامج انا خدت الرد رسمي وهرده على طول، مفيش مبادرات، مفيش شراء، مفيش بيع، تمام. شفت الدنيا بسيطه وسهله ازاي؟ المهندس عادل القيعي بقى رد عجبني جدا. بقول لكم عشان ليه انا بقول دايما لما اجي اقول تعليق عنهم اقول ان هم قامات كبيره.
على فكره بنختلف كتير وبنتفق كتير. وعندهم ميزه شديده جدا بتعجبني، ان بيعرضوا لي فيديوهات كويسه وفيديوهات وحشه، فعارف انهم متابعيني. في ناس كده ايه، كل في اي مشكله تلاقيهم طالعين كده من تحت الترابيزه، اطلع سيف زي قال جمله كده اطلع عليه. فبتكلم على الاستاذ ابراهيم منيسي صحفي كبير مهندس عادل القيعي، احيانا فيديوهات بص سيب بيقول لي بص هنا سيب بيشيد ازاي، وده شرف ليا ولهم كل الشكر. مهندس عادل القيعي رد قال له يعني حمدي فتحي جاله عرض؟ قال له خلاص، عشان الناس في الزمالك ما تقعدش تقول لك ايه لاعبتنا بس اللي بيجي لها عروض، ادي كمان واحد بيجي له عرض، سلام عليكم وعليكم السلام. بس هو ده مفيش حاجه خالص، هو زي بالظبط زي ما الزملكاوي بيقولوا بالظبط، كل يوم تطلع لنا انت ولا غيرك بثلاث اربع عود لعود الزمالك. هي مصر ما فيهاش غير لعيبه الزمالك؟ لا فيها لعيبه الاهلي. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ حتى لو بالانتقاد، حتى لو بالانتقاد بس باحترام، عشان كده بطلع شيب بالناس. طيب احنا ليه، انا كنت عايزك يعني احنا الوقت بيداهمنا ما بنقولش كل اللي عندنا، للاسف يعني مخنوقين شويه، لكن كنت عايز الفيديو ده مش عشان الراجل بيشيد بينا، انما عشان بنوضح ان الخلاف مع المكتوب مش مع الكاتب. هذا نموذج، والراجل تلقاها بهذا الاسلوب، قال لك لما بعمل حاجه بيتفقوا عليها وبيشيدوا بيا وبينتقدوني، ولما بيجيبوا حاجه بيجيبوها موثقه ومدعومه بالدليل. انا المنهجيه دي لما توصل للزملاء خلاص مش هتتشخصن الامور بيننا ابدا. بالظبط. وقال الجمله الثالثه ان احنا بنتعامل باحترام، وهذا حق الجميع علينا. صحيح. نتعامل معهم باحترام، وحقنا على الجميع ان نلقى هذا الاحترام. صحيح. ايه رايك؟ وفي فكره كمان، ادي جت عروض للنادي الاهلي، احنا قلنا بيراميدز عنده حاله تربص بالنادي الاهلي، كل شويه اخبار بتتسرب عن عروض للنادي الاهلي، معني جدا ومركز في النادي الاهلي، ده كلام قالوا الزميل الاستاذ سيف زاهر وقلناه وهنفضل نقوله وهنفضل نحذر منه، لانه في النهايه مؤكد ان احنا ننشد الاستقرار للجميع. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.